يلي نصرت الحاجة مطالب مشروعة وبسيطة، وهي أنهم طالبوا بحقهم في التأجيل، حقهم تكافؤ الفرص، لأن أنا ذاك جميع الكليات رات اسمي أطل حفيزة، طالبة بالسداسية 5 قانون عام. سبب الوقفة لأنه تم طرد طالبتين، المهم أنا متأكدة طالبة تم طردها وطالبة أخرى بسبب طلب تأجيل اللي قمنا به، الاحتجاج اللي درنا وأنا تحولنا على مجلس تأديبي اللي مازال ما أصدر فيهم القرار، يعني واش طارد واش غادي الفصل واش ما عرفناش. بحال دابا انا طلبت تاجيل وعندي بعد غدا عندي المجلس التاديبي، وانا ما عرفتش، انا فقط تضامنت مع الطلبه وعندي انا ظروفي الخاصه اللي جلتني طلبت تاجيل وبطريقه جد سلميه، ولكن ما عرفتش انا كاع سبب وجودي بهذا المجلس التاديبي. يعني هذا استهداف، يعني انا ما يمكنليش نشرح لك كاع التفاصيل، ولكن الامر ماشي عادي. انا اختارونا حنا واحد جوج ديال الطالبات وداروا لنا هذا الامر، فقط طلبنا التاجيل، هذا هو السبب. يعني من 40 ما عرفت شنو هو السبب، انا الامر جاني غريب شويه، وانا مازال ما عرفت القرار ديالهم. يعني تبعت المسطره القانونيه، كنت مريضة ما كانش ممكن نجي. نهار 1 فبراير كان عندنا مجلس تأديبي ودابا أجلوه ليا لبعد غدا عن طريق مفوض، يعني تبعت المسطرة القانونية. أنا وصلني واحد التهديد عن طريق بعض الناس، قالوا لي راك تحولتي المجلس التأديبي قبل ما نتحول، وقالوا لي راكي مهددة بالطرد، علاش تشاركي اللايفات ديال فاطمة الزهراء، وعلاش درتي اللايفات في الفيسبوك. انا لحقاش هدرت مع الصحافه، يعني تم تهديد ديالي اصلا. يمكنليش نذكر تفاصيل كما قلت لك، لان ولا اسماء ما نقدرش، الا مازال ما عرفتش داير اللي في فاش، وما تنشوفش النقاط ديالي، وكاتبين لي حالات غش، وصفت مفوض قضائي للاستجواب، يعني باش نعرفوا السبب. مازال ما عرفنا والو، عاد نعرف انا بعد غدا ان شاء الله، عاد نشوف شنو كاين. لا تندخل نشوف النقاط ديالي ما تنشوفهمش، يعني نعرف واش فاليديت دي موديول، نعرف شنو خصني بريباري، يعني تحطينا في واحد الحاله خايبه، تتستريسا. يعني انا زادني هذا الشيء مرض وزادني هم، وبقيت طالعه للمحكمه دايره الطلب ومرت، يعني عاود ما عطاونيش، ما بريباريتش. عندك الناس 25 يوم ديال توجدوا راسهم للراتراباج، يمكن دخلت واحد 4 لي موديول ولا جوج ولا ما عرفنا شنو كاين. عاوتاني لو 23 ولا لو 25 باردون راني مريضه، عندنا الراتراباج وما عرفنا شنو الحاله ديالنا، شنو كاين. وانا عندي بعد غدا مجلس تاديبي، انا حاولت من الاول ان هادشي ما نوصلولوش، ولكن ما لقيتش تجاوب. كل شيء ممكن اكيد، لحقاش ما حنا تنديرو تنحترموا الدستور وهذا حق، يعني ماشي ما تنديروش شي حاجه خارقه للقانون. حتى انا يعني مشيت نقرا هاد الفصول ونفهم شحال من حاجه، يعني ما درناش شي حاجه خارقه للقانون عادي. طلبنا فقط تاجيل امتحانات، ملي ما كانش تاجيل جينا ندخلو عادي، جينا ندوزوهم الامتحانات يعني، ودوزنا في واحد القاعة خاصة. المهم كانت بزاف ديال الأمور ما بغيتش دابا نذكرها، أنهم يخليونا نقراو ويتراجعوا على هاد القرارات اللي تيتاخدوا ضدنا حنا طالبات. ما درناش شي حاجة، وعلاش أنا وفاطمة الزهراء اللي تستهدفنا بهذه الطريقة ما فهمتش. أنا جيت قلت لك ثلاثة أيام، ومن 40 شخص كانوا 40 شخص معتصمين، علاش غير انا وفاطمة الزهراء؟ علاش تنسال راسي هذا السؤال؟ وكاين بزاف الحوايج تجيني في الدماغ ديالي، بحق ما نقدرش نشاركها دابا مع الصحافه، يعني ما نعرف، خصني ضروري نشوف القرار ديال الاداره عاد نقدر نهضر في تفاصيل اخرى.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.